الهاوي. مرحبا بالجميع في دار زايد، مرحبا بالجميع في دار بو سلطان، مرحبا بالجميع في دولة الإمارات العربية المتحدة في العاصمة أبوظبي في ميدان الوذبة، اللقاء الخليجي في دورة الخليج الخامسة. مباشرة نسير بكم مع مقدمة هذا الشوط لنستطلع على المقدمة ونشوف اللي في المركز الأول في هذه اللحظات. الخليجي على المقدمة من منتخب دولة الإمارات بقيادة حمد بن مبارك بن طريبيل المنصوري، ناخذ اللي في المركز الثاني. وفي المركز الثاني في هذه اللحظات خطاف في المركز الثاني يغير إلى الأول أيضا من منتخب دولة الإمارات، نفس الشعار شعار الاتحادية لسعادة حميد بن سعيد النيادي. نشوف اللي في المركز الثالث. وفي المركز الثالث أتوا أبناء السلطنة منتخب سلطنة عمان إلى المركز الثالث في هذه اللحظات. ها هو اللي في المركز الثالث، حفيد للسيد محمد بن سالم بن محمد الوهيبي. المركز الرابع أبناء المملكة خادمين أيضا إلى المركز الرابع، الشعال مع محمد بن علي بن محمد البريصي المري. وفي المركز الخامس ناخذ اللي في المركز الخامس في هذه اللحظات. المركز الخامس هنا منذر، منذر أيضا غادم بقوة، منذر من دولة الكويت. أبناء الكويت موجودين أيضا على المركز الخامس، خالد بن عواش اللي في المركز الخامس. هذه النتيجة، خالد بن علوش اللي على المركز الخامس العجمي. مرحبا بأبناء الكويت، مرحبا بأبناء الخليج في دورة الخليج في أرضية ميدان الوذبة في عاصمة الميادين. نرجع إلى المقدمة، نرجع إلى مقدمة هذا الشوط، ولا زال الخليج على مقدمة هذا الشوط. ها هو الخليج، وهي دورة الخليج الخامسة، والخليج على المقدمة. منتخب دولة الإمارات على مقدمة هذا الشوط. يلا جماهيرك يا الأبيض يبونك تبدع في هذا اليوم، في هذا اليوم مع الذهب، مع الميداليات، مع دورة الخليج الخامسة. ها هو الخليج على مقدمة هذا الشوط للسيد حمد بن مبارك بن طريبيش المنصوري على المقدمة مع الخليج. المركز الثاني منتخب سلطنة عمان خادم أيضا مع حفيد على المركز الثاني بقيادة محمد بن سالم بن محمد الوهيبي. يلا يا أبناء السلطنة، الجماهير والمحبين يتابعون هذا الشعار، شعار محمد بن سالم الوهيبي خادم من السلطنة. نشوف المركز الثالث، المركز الثالث ناخذ اللي في المركز الثالث. أبناء الدوحة خادمون أيضا، أبناء الشحانية خادمون للمنافسة. مخباط حمد بن غانم بن سلطان الهديفي الكواري خادم مع مخباط. المركز الرابع، المركز الرابع منتخب دولة الإمارات إلى المركز الثالث. ها هو حشيم عتيد بن محمد بن زيتون المهيري. يلا يا ابن الإمارات، يلا يا ابن الخليج، الجماهير المحبين يبونكم تبدعون في هذا اليوم، في يوم الإبداع، يوم التمثيل، يوم التمثيل الدولة، الدول والمملكة. يا سلام حشيم مع مركز الحشمة. ها هو منتخب دولة الإمارات، السوبر هاتريك، السوبر هاتريك لهذا المنتخب، منتخب دولة الإمارات العربية المتحدة. يا سلام روح يا بن زيتون، روح جماهيرك محبينك يحيونك من هنا، لكن القدوم أبناء المملكة قادمين، قادمين، قادمين مع الشمال محمد بن علي البريصي المري. هناك أيضا من
منتخب الامارات قادم مع الشامي حمدان بن عبد الله بن سعيد بن فارس الدرعي. يلا يا اهل القوع، يلا يا اهل الرقيعات، يا الصلوب، يلا يا ابناء الامارات. حشيم مع المقدمه، مع الكاس، مع الكاس، مع الميداليه، مع الميداليه الذهبيه، مع الكاس. حشيم للسيد عتيد بن زيتون المهيري، مع حشيم، مع منتخب دولة الإمارات العربية المتحدة. سلام دولة الإمارات، سلام، سلام ابناء زايد، سلام، سلام ابناء أبو سلطان، سلام، 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 سلام على السوبر، السوبر الهاتريك، مع الذهب، مع الكاسات، مع الميداليات. تهانينا للسيد عتيد بن محمد، عتيد بن محمد بن زيتون المهيري، الكاس الثاني لعتيد بن محمد بن زيتون المهيري، الكاس الرابع لدولة الإمارات العربية المتحدة، المركز الثاني الشامي، في المركز الثاني حمدان بن عبد الله بن سعيد بن فارس الدرعي، المركز الثالث ابناء السلطنه حفيد، في المركز الثالث للسيد محمد بن سالم الوهيبي، المركز الرابع الشمال، في المركز الرابع للسيد محمد البريسي، وفي المركز الخامس، المركز الخامس خصب محمد بن سالم بن محمد الوهيبي. ياهو شوط، ياهو شوط، ياهو منافسة قوية ما بين المنتخبات الخليجية، لكن منتخب الإمارات الشعار الأبيض ينتزع الكاس في زمن وغدره. 7 دقائق 24 ثانية، جزئين من الثانية. تهانينا للسيد عتيد بن زيتون المهيري، تهانينا المنتخب دولة الإمارات العربية المتحدة، والذي وصل في المركز الثاني. الشامي وصل في المركز الثاني 7 دقائق 24 8 أجزاء من الثانية. تهانينا الحمدان بن عبد الله بن سعيد بن فارس الدرعي، وفي المركز الثالث حفيد، في المركز الثالث المنتخب سلطنة عمان 7 دقائق 26 5 أجزاء من الثانية. تهانينا للسيد محمد بن سالم بن محمد الوهيبي، تهانينا للجميع على هذا الأداء المتميز في دورة الخليج الخامسة. والآن الكلمة إلى الزميل عبد الرحمن أحمد أمين.